نوه مستشفى صحار عبر حسابه في تويتر بأنه وبسبب أعمال التوسعة فقد تم إغلاق المسار المؤدي إلى قسم الطوارئ وصالة الولادة بالمستشفى وتحديد مسار آخر حسب المخطط. ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على 5 أشخاص بتهمة ارتكاب جريمة قتل في منطقة غلا الصناعية قبل أن يقوموا برمي الجثة في موقع مهجور. يسعى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لكأس الخليج العربية 23 عندما يلتقي اليوم نظيره السعودي على استاد نادي الكويت، فيما يواجه المنتخب الكويتي نظيره الإماراتي ضمن المجموعة نفسها باستاد جابر الدولي.